تكملة لشرح المثال الجزء الأول، لما قلنا كانت شنو، لما البرمبلتي انقصت شنو في المنطقة المتضررة، انقصت 10%، انقصت 10%، فكان الناتج شنو؟ الناتج كان اس تساوي 19.78، يعني 20، اس تساوي 20. تمام، هذه في حالة ان شنو، ان طبقة في طبقة متضررة بنسبة مقدار كم، البرمبلتي فيها انقصت اللي هي 48 انش، هذه انقصت فيها البرمبلتي بمقدار 10%. شوف التأثير بتاعها كم، اس طلعت شنو، طلعت ب20. اوكي، في نقطة شرحت عليها المرة اللي فاتت ونزيد نأكد عليها، لما تكون البرمبلتي بالزائد يعني موجب، الناتج يطلع موجب، زي موجب هذا موجب 20، معناها فيه تضرر، معناها الطبقة هذه فيها تضرر، تضرر كبير. اوكي، لما يطلع لي الناتج بالناقص او بالسالب، اشارة نيجاتيف، معناها شنو، معناها درت عملية ستيموليشن. ستيموليشن تمام، معناها شنو، استخدمت حمض ونظفت وازلت شنو، ازلت التضرر. لما يكون الرقم اللي طلع لي زيرو، مرة يطلع لك زيرو الرقم، الناتج بتاع الاس يطلع لك زيرو، معناها شنو، ما فيش تضرر، لا في تضرر ولا قمت بعملية ستيموليشن، يعني هذه الطبقة ما فيهاش تضرر، طبقة 100%. بقى استكمالا للفقرة الثانية، قال لك افرض ان شنو، تخيل ان البير هذا هي اللي حكينا عليه، ال 48 انش، طبقة بتاع 48 انش هذه، شنو دروا لها؟ دروا لها عملية ستيموليشن، دروا لها عملية ستيموليشن، ازالوا شنو؟ ازالوا التضرر والانسداد اللي موجود في مسام الطبقة هذه. قال لك شنو؟ زادت البرمبلتي بمقدار 10، زادت البرمبلتي بمقدار 10، يبي يعرف شنو؟ السكن كم تمت؟ الاس كم تمت؟ البرمبلتي هنا ايش قال؟ قال عدلنا فيها وزدناها بعد استخدمنا حمض ونظفنا المسام، زادت البرمبلتي، يعني بيقول شنو؟ 10%، نفس القيمة اللي من بدري اللي هو العشر، ولكن هنا شنو؟ من بدري البرمبلتي انقصت بمقدار العشر، وهنا البرمبلتي زادت بمقدار شنو؟ العشر، يعني 10% من البرمبلتي بتاع الطبقة، هذا الناتج بتاعها. العشر معناها شنو؟ أنا شنو؟ كي على كي اس، هذا معناه ناقص واحد. تمام، كم قال لك انا؟ زادت بمقدار العشر، زادت بمقدار العشر، هذا الناتج بتاعها. تمام، يعني شنو؟ المقام معناها زادت بمقدار العشر، معناها شنو؟ البرمبلتي زادت بمقدار العشر، هذا معناها هي. طلع لي الناتج شنو؟ طلع لي الناتج 0.1، وطلع لي السكن كم؟ طلع لي السكن سالب 1.98، سالب فاصلة 1.98 اللي هو شنو؟ يقارب شنو؟ 2، سالب 2. ايش قلتنا في الشرح انا؟ لما تكون سالب معناها ستيموليتد، انا دليل ان شنو؟ ستيموليتد. الشاهد من الكلام هذا كله ان شنو؟ قال لك from these two numerical examples، قال لك من الامثله هذه الطريقه اللي طرحناها توا، it can be seen that the positive and negative skin are quite different، قال لك في اختلاف كبير بين يطلع لك بالسالب وبين يطلع لك شنو؟ بالموجب. انا لو كان تشوف تلقى شنو؟ انا ايش دار؟ كانت الاس 20 بعد ما داروا حولوها، يعني ازالوا رقم مش عادي، يعني حولوا كميه كبيره من شنو؟ من البرمبلتي، زادوا في البرمبلتي زياده مش عاديه، حولوا سكن. اوكي، قال لك 10 fold decrease in permeability gives rise to a positive skin factor of about 20. ايش معنى الكلام هذا؟
قال لك نقص 10% في البرمبيليتي يعطيني بوزيتيف سكن كم 20، يعني ادناها نقص في البرمبيليتي تزيد شنو؟ يزيد تضرر الطبقه. وبالتالي عرفنا من المحاضرات الاولى شنو؟ شن تاثير تضرر هذا على البرشر والتدفق. ضربنا مثال بالبئر اللي ينتج في 1000 برميل وبعد فتره اصبح ينتج في شنو؟ في 300 برميل او 400 برميل. اوكي؟ بينما هنا ايش قال لك؟ بينما زياده 10% في البرمبيليتي اعطتني سكن شنو؟ بالسالب، يعني شنو؟ متسرحات المسام تاع الطبقه. يعني شنو؟ اي تغير في البرمبيليتي بسيط زياده ونقص ياثر تاثير كبير جدا، تاثير كبير جدا، تاثير مشاهدي. هذا هو السكن، هذه هي شنو؟ فكره السكن وشنو؟ وبرنامجها وكيف تاثر، كيف تاثر على البرمبيليتي وبالتالي تاثر على انتاج البير، تاثر على الماني، تاثر على المردود بتاع البئر. تمام؟ هذه نقطة حكيت عليها سابقا اللي هي شنو؟ أنواع السكن، أنواع السكن، بوزيتيف سكن، نيجاتيف سكن، وزيرو سكن. لما يطلع لك الاس بالموجب معناها شنو؟ راه الطبقة هذه متضررة، طبقة متضررة نتيجة شنو؟ لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. صار لها انفيجن بالمد معناها راهو شنو؟ لما يطلع لك بوزيتيف سكن معناها شنو؟ معناها الطبقة متضررة. ايش الحل؟ معناها شنو؟ نبي ندير عملية ستيموليشن. نيجاتيف سكن معناها شنو؟ هذه ياهي طبقة تحول التضرر منها، هيك هيك بالليبي هيك، هذه حول، كان فيها تضرر وحول. جينا لقينا فيها الطبقة هذه متضررة، لقيناها بالموجب، لقينا الناتج بالموجب، جينا جبنا حمض وجبنا ريك ودرنا معالجة وحولنا شنو؟ وحولنا البوزيتيف سكن إلى نيجاتيف سكن. أوكي؟ يطالك الناتج بالسالب معناها شنو؟ داير عملية ستيموليشن، داير عملية تحسين والله معالجة. اوكي؟ الشيء الآخر لما يطلع لك زيرو سكن معناها شنو؟ ما فيش، معناها ما فيش تضرر في الطبقة، ما فيش تضرر في الطبقة القريبة من البئر، طبقة أو الجزء القريب من فتحة البئر اللي هو شنو؟ الـ RS القريب من فتحة البئر، هذه معناها ما فيش تضرر. هذه أعتقد أنها شنو؟ حتكون شنو؟ حاجة نظرية، يعني ما اعتقدش انه يكون فيها، يكون واضح، لكن في المسائل مرة يطلع لك زيرو سكن. فلما نقول لك علق على الإجابة بتاعك، تعلق لي شنو؟ بوحدة من هذين الاثنين. على الرقم اللي يطلع لك موجب معناها في سكن، سالب معناها ما فيش سكن، زيرو معناها شنو؟ معناها لا في تضرر ولا درت معالجة، أموري ماشية أصلا هيك 100%. تمام، واضحة؟ الرسم التوضيحي هذا عبارة عن شنو؟ حاجة تسمى، ممكن خذيتوها في الرسم الهندسي، حاجة اسمها شنو؟ المسقط الرأسي، المسقط الرأسي للبئر. هذا البئر اللي نشرح عليه من بدري، والسكن والبرمبيليتي والار اي والار اس والار دبليو. تخيل انت شنو؟ هذا زي ما تكون واقف، انا انت واقف في المكان هذا وتشوف وين؟ تشوف في البئر وتشوف في الريزرفوار تحت منك. فهذا شنو؟ هذا الـ RW تجويف البئر، وهذا المكمن، هذا الـ RS شفتوه؟ الطبقة هذه رتوها KS، الطبقة اللي بالأسود هذه شنو؟ طبقة متضررة. الطبقة اللي بالأسود هذه طبقة شنو؟ طبقة البرمبيليتي فيها صار لها شنو؟ تضرر، انقصت. شباب افهموها، برمبيليتي طبقة صار لها تضرر، معناها البرمبيليتي شنو صار لها؟ انقصت. انقصت البرمبيليتي معناها شنو؟ تأثر على الضغط، دلتا بي يصير فيه دروب، وبالتالي كيو يصير فيه دروب. اوكي، يصير نقص في البرشر ويصير نقص شنو؟ في الفلو. تمام. وهذا الـ RS، RS يساوي نصف قطر البئر، تجويف البئر اللي هي هذه، زائد نصف قطر الطبقة المتضررة، نفس ما في المثال، نص قدم اللي هي هذه، وأربعة قدم اللي هي هذه، الجزء هذا أربعة قدم زائد أربعة يعطيني شنو؟ الأرس. الكي هذا شنو؟ البرمبيليتي متاع شنو؟ البرمبيليتي متاع الرزوفار. آر إي هذه ممكن نجوها بعدين، حاجة تسمى شنو؟ الحد الخارجي، والله شنو؟
drainage area اسمها drainage drainage area drainage area. اوكي واضحة اول البرمبيلتي والسكن كيف تأثر على البرمبيلتي، كيف تأثر على التدفق. تمام مفهومة؟ بالله ركزوا عليه، شوفوا كلامي وتركزوا على كلامي تلقوا كله معاود. عاود نكرر نكرر في الكلام كله. كي اس ار اس ار دبليو كي اس ايش معناها؟ كلامي يعني معاود، نزيد نأكد يعني شنو؟ المفروض تكون راسخة هيك بالرسوم وبالأمثلة وبال